أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الله الله. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الله الله. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الله. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل لا
يبتلى. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين. صدق الله العظيم. ملا هاشم لاف الضفوك ملا هاشم الدوزي حياك الله متعتنا وصوتك جميل وأداءك جميل وأسأل الله تعالى لك التوفيق في إن شاء الله مراحل الحياة وأن يجعلك من الذين يقال لهم في يوم القيامة اقرأ وارتقي بإذن الله تعالى. بارك الله شيخنا أشكرك 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 أشكر تواجدك وشرفتنا. بارك الله بك على العين والرأس يا حبيبي. أنت تشرف أنت تشرف شيخ. وتحياتي لكل الدوز وأهلها الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. السلام عليكم.